بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نكمل المحاضرة. مثلا ناخذ هذا المثال. عندنا rotation of arm about O is defined by theta equal to 0.15 t squared, where theta is in radian and t in secant. Color B slice along the arm such that R equal to 0.9 minus 0.12 t squared, where R is in meter. After the arm has rotate through 30 degree, determine the total velocity of the collar and the total acceleration of the collar. The relative acceleration of the collar with respect to the arm. هذا المثال عندنا هذا الذراع والبكرة المثبتة عليه. هذه البكرة مثل ما تشوفون لا تتحرك على طول هذا الذراع، بينما الذراع يصعد وينزل، أي هناك تغير على طول الذراع وأيضا تغير بالزاوية. التغير أو حركة الكولر على طول الذراع معرفة بهذه المعادلة R يساوي 0.9 ناقصا 0.12% T سكوير، بينما تغير بالزاوية معرفة عندنا بهذه المعادلة ثيتا مساوية ل 0.15 T سكوير. للحل بالبداية نضع المعطيات. عندنا الثيتا يريد السرعة الكلية والتعجيل الكلي لهذه البكرة اللي تتحرك للبي، أيضا المطلب الأخير هو الحركة النسبية لبي بالنسبة لهذا الذراع، حركة بي بالنسبة للذراع. نجي أول، وذلك عندما يتم الدوران بزاوية 30، عندما تدور هذا الذراع بزاوية 30. إذا عندما يكون الزاوية 30 نعوض هنا 30 ونوجد الزمن عند هاي الزاوية، نعوض الزمن بقيمة R ونوجد ال R والمشتقة R نوت وال R دبل نوت. أيضا نوجد الثيتا نشتقها، اشتقاق ال R هو طبعا 0.9 هي صفر لأن مشتقة الثابت هي صفر، مشتقة 0.12 t سكوير هو 2 في 0.12 t فيساوينا سالب 0.24 t. نعوض هنا ال t بالزمن اللي طلعناه 1.869 سيكن فيطلع لنا هذا الناتج. نشتقه مرة أخرى فمشتقة سالب 0.24 t هي بالنسبة لل t هي سالب 0.24 متر بير سكند تربيع. نجي على الثيتا. الثيتا أيضا ناخذ الزاوية نعوض هذا الزمن ب، نطلع الزمن وهذا الزمن هو عند الزاوية عندما تدور بثلاثين درجة. نشتقها مرة واحدة، مشتقة 0.15 تي سكوير هو 2 في 0.15 تي، إذا راح يصير 0.3 تي وهذه الناتج مالتها 0.561 راديان بير سيكند. نشتقها هذه 0.3 تي مشتقته هي 0.3. هاي الاشتقاقات ليش سويناها؟ لأن مثل ما تعرفون بالمحاضرة السابقة عندنا هذه، عندنا السرعة متكونة من مركبتين، السرعة باتجاه الـ R اللي هي مشتقة الـ R بالنسبة للزمن، وعندي السرعة الترانسفير العمودية عليه هي الناتجة من R في المشتقة الأولى للثيتا. إذن السرعة الكلية متكونة من هالسرعتين اللي مثلناها بالاتجاه، وإذا نريد كميتها فنطبق قانون فيثاغورس. أما التعجيل فمثل ما ذكرنا بالتسجيل السابق فهو متكون أيضا من جزئين، تعجيل الراديال تعجيل الترانسفير. الراديان متكون من المشتقة الثانية للآر بالنسبة للتي ناقصا آر في المشتقة الأولى للثيتا تربيع، أما الأي ثيتا فهي آر في المشتقة الثانية للثيتا زائدا 2
في المشتقة الأولى للآر في المشتقة الأولى للثيتا. لذلك إحنا نشتاق الآر، نحتاج المشتقة الأولى للآر والمشتقة الثانية، نحتاج المشتقة الأولى للثيتا والمشتقة الثانية للثيتا. نعوض الـ VR هو الـ R مشتقة الأولى للـ R، فهي مثل ما طلعناها هذه سالب 0.449. نعوض هنا الـ VR هو R ثيتا نوت، الـ R هو 0.481، هذه طلعناها بعد ما عوضنا الـ T هذه القيمة. V ثيتا هي R ثيتا نوت، الـ R هاي قيمتها وثيتا نوت هنا طلعنا قيمتها. الـ V الـ Total V هو نطبق عليه قانون فيثاغورس V R سكوير V ثيتا سكوير، والزاوية مالتها زاوية الميلان هي V ثيتا على V R وهي 31 ديجري. وإذا نريد نمثلها بالفاكتر نعوض قيمة الـ V R و V ثيتا بهذا الشكل، هذا الشكل هنا نعوض قيمة الـ R نوت ويما E R زائدا R ثيتا نوت ويما E ثيتا، فنمثلها طريقة الفكتر. عندنا الـ AR هسه المطلب الثاني، المطلب الثاني عندنا الـ Total Acceleration. أيضا الـ Total Acceleration هو متكون من جزئين الـ AR والـ A ثيتا. الـ AR قلنا هي المشتقة الثانية للـ R ناقصا R ثيتا المشتقة الأولى للتربيع. نعوض القيم ونحصل على قيمة الـ AR، الـ A ثيتا هي الـ R في المشتقة الثانية للثيتا زائد 2 R نوت المشتقة الأولى للثيتا، والقيم طلعناها هذه الشريحة. نعوض نوجد الـ A، AR سكوير A ثيتا سكوير، الجاما هي A ثيتا على AR. طلعنا المطلبين الـ Total Velocity Total Acceleration. هسه المطلوب هي الـ Relative Acceleration، أي الحركة الـ كولار هذه بالنسبة للآر. هنا حركتها بالنسبة للآر ما لها علاقة بالثيتا، فقط الريليتيف اكزيلريشن بهذه الحالة فقط تساوي الآر مشتقة الثانية للآر، أي الريليتيف لأنها فقط تتحرك، ذاكر حركتها بالنسبة للآر وما لها دخل للثيتا. إذن أي بي بالنسبة للذراع أو أي هو المشتقة الثانية للآر، هذه قيمتها والزاوية هذه قيمتها متر بير سيكن سالب 0.24 متر بير سيكن تربيع. وشكرا لإصغائكم.